من اسكندريه ونروح بقى نشوف كده الاطلاله الصباحيه الحلوه بتاعتنا، وكل يوم بنحب نشوف صوره من صور بلدنا الجميله. مفيش اجمل من اللي احنا شايفينه دلوقتي، محطه عروس البحر الرمل المتوسط. مكان مفيش اجمل ولا اروع من كده، محطه الرمل العريقه والتاريخيه جدا في محافظه اسكندريه، اللي فيها تمثال سعد زغلول للفنان المصري طبعا الكبير محمود مختار. شايفين دلوقتي صورة من اسكندرية، ونقول كده صباح الفل وصباح الخير والرضا على أهلنا اسكندرية. اسكندرية مكان عظيم قوي يا محمد. طبعا يعني صيف شتاء انت وانت بتستمتع وانت صحيح. ماشي في اسكندرية. في ناس كتير بيحبوها في الشتاء. انا بحبها في الشتاء اكتر، بقولك اهدى والدنيا صحيح. لا ورومانسية اكتر. احنا شايفين دلوقتي الاطلاله الصباحيه الجميله بتاعتنا من اسكندريه، وتحديدا ده يا سعد صباح الاسكندرانيه. طبعا اجدع ناس اسكندرانيه. زي ما احنا شايفين دلوقتي اسمع على الهواء ومشاهدينا، عايزين حضراتكم تستمتعوا كده بالجمال ده. يعني الصوره بتتكلم والصوره بتنطق، الصوره فيها بحر اسكندريه، مفيش احلى من كده. مدد قلب احياء القاهره القديمه. مدد زي ما بيقولوا كده. مدد مدد شلاله سيده زي ما بيقولوا اهلنا الجمال الطيبين. حي السيده زينب جميل جدا. عايز بس المنظر اللي احنا شايفينه والصوره دي جميله جدا من مسجد السيده زينب. على فكره احنا اول مره نشوف صوره الجامع كده من فوق. من الصوره دي طبعا جامع السيده زينب. السيده زينب هي هو حي كبير يا محمد طبعاً. بس اشمعنى يعني هم اختاروا منه بس اشهر حاجه زينب. طبعا يعني في حاجات في الخليفه والمقطم بس هم سموه عشان جامع السيده زينب. جامع السيده زينب نقول للناس كده ونفكرهم طبعا. قال البيت السيده زينب هي بنت الامام علي بن ابي طالب وبنت السيده فاطمه الزهراء اللي هي بنت الرسول. يعني السيده زينب عليه الصلاه والسلام هي حفيده الرسول عليه الصلاه والسلام. واحنا دايما المصريين بنحب آل البيت قوي. يعني عندنا كده يقول لك احنا سنه مذهبا لكن شيعه هوا وقلبا. يعني نحب نروح لهم سيده عائشه والسيده زينب والحسين. انت من الناس اللي ممكن تبقى متاثر شويه نفسيا، تبقى تحب تزور الاماكن القديمه دي يا محمد؟ جميل، بتبقى حلوه. ناسها على فكره جمال الاماكن دي مش في الحاجات الموجوده فيها، في ناسها. يعني ناس السيده زي ما بيقولوا دايما طيبين، ومن اجمل الاحياء اللي فيها القيم المصريه القديمه اصلا. القيم الشهامه بالظبط. والله حي السيده جميل زي ما احنا شايفين. وكان في اغنيه بتاعت حبيبي ساكن ايه في السيده. لا حد يقول لي يا جماعه وانا ساكن في الحسين. ويوماتي عشان اروح له اخد لي يومين حاجه كده يعني. طبعا لعبد المطلب، محمد عبد المطلب. فحبيبي ساكن في السيده. صباح الفل على اهلنا برضه، نصبح عليهم اهلنا الطيبين. صباح الخير. بس هما لسه شوارع ما ايه مدارس بس هما اللي اتحركوا تقريبا اتوبيسات وكده. الحته دي دايما بتبقى زحمه على فكره عند ميدان السيده. ابص بقى الصوره لما رجعنا ورا بقى، شوفوا الجامع يا جماعه، شوفوا جمال بوستر. القبه والمئذنه ومن الجوامع العريقه طبعا الكبيره جدا. المعماري الاسلامي. والناس بتحب تزور مقام السيده زي ما بيقولوا، يعني ضريح السيده زينب ومقامها. دايما المصريين بيتباركوا زي ما قلنا بقال البيت. السيده نفيسه في عندهم كم مقامات كده. السيده عائشه وجامع الحسين. ودي عادة مصرية جميلة جدا من زمان، فكرة ازاي نروح للأولياء ونروح لأمهات المؤمنين زي ما بيقولوا. زي ما احنا شايفين صورة جميلة أكثر من رائعة طبعا لحي عريق. لا وتلاقي عندك حي عريق على اليمين وعلى الشمال العمارات. يعني قديم وجديد في نفس الشارع. لا والجميل كمان في السيدة زينب أنا بحبها جدا يعني. كبرية المطاعم يا أسماء. في مطاعم دي حط تحتيها كذا خط بقى. مطاعم شعبية. اهتماماتك الحلوة دي أنا عارفاها. مطاعم شعبية كتيرة جدا بجد والله. طبعا مش هنقول أسامي لكن طبعا أكيد الناس اللي بيتفرجوا علينا عارفين إيه اللي جنب السيدة زينب. وأكيد فريق التحرير والإعداد عارف إيه اللي جنب الجامع. فيه طبعا مطعم مشهور جدا جدا نروح نتسحر فيه في رمضان. تبقى قعدته أيامه حلوة. تبقى أيامه حلوة يعني. اسكندرية والسيدة. اسكندرية والسيدة.
السيده نروح اسكندريه. الاثنين اجمل بقى محمد من بعض. من هنا شوف انت عايز تروح فين. حاجه رائعه. بتعوا عينيكوا على الصبح كده وشوفوا جمال مصر. احنا بنحاول دايما على فكره حريصين جدا في صباح اون ان احنا نختار لحضراتكم في كل مره مكان جميل ومختلف، وحتى الاماكن المعروفه جدا زي حي السيده او محطه الرمل في اسكندريه اكيد عدينا عليها كتير، لكن بنحاول كده الصبح نشوف صوره حلوه من صور بلدنا الجميله. يا رب دايما كده كل احيائنا وكل المدن المصريه وكل مكان يبقى منور، منور بناسه وباهله وبشغل ناسه كمان بالعمل نشتغل وبشوارع كمان بالظبط. والله طيب.